الريفيرس ترانسكريبشن بي سي ار، كلها المفروض انا اعطيكم اياها، بس ما مطيها بالبقيه الجروبات صراحه، ذلك انا اتحدد يعني ما اعطيكم اياها. بس بينما انا لو شعبتي انت وحدكم يعني وحدي، ما اخذ ماكو جروبات ثانيه ويانا، كل هاي اعطيكم اياها. على العموم يلا اوكي، بس هذا الحضور على مود نبلش بالمحاضره. سوي اي دكتورة واضح. اوكي. اليوم موضوعنا هو الجل الكتروفوريسيس، يعني هو هذا المختبر اعاده طلاب، يعني اعاده المواضيع سابقه انتم ماخذيها بالجزئي، وحتى ماخذيها الصور بغير مواد، لكن نحتاج انه نتطرق لها، لان هذا تعتبر من طرق التشخيص اللي تستخدم بالفيروسات. لما نقول جل الكتروفوريسيس يعني انا اذا اقصد البي سي ار، لما نقول يعني واللي هي بوليمرايز تشين رياكشنز، بوليمرايز تشين رياكشن جل الكتروفوريسيس خاص بالفيروسات اللي يكون مال يعني الجينوم مالتها دي ان اي، خلي بالك دي ان اي. لكن لما نقول ار تي بي سي ار، الار تي بي سي ار هو شنو هو؟ اما اذا اقصد بها الريال تايم بي سي ار، اذا هي عمليه تقيمها كيو صغيره يعني من بي سي ار، اذا هي كوانتيتيف بي سي ار. وهاي استخدمها وين؟ استخدمها بالفيروسات اللي الجينوم مالتها دي ان اي، واذا اريد احدد الفايرال لود مالتها مثل هيباتيتس بي فيروس، الجينوم مالته شنو هو؟ دي ان اي، البي هيباتيتس بي فيروس. لكن عندي الاتش اي في ار ار ان اي، ار ان اي جينوم مالته. فانا لما احدد الفايرال لود مالته على مود الطبيب يعرف العلاج هذا يمشي ويا هذا المريض لو ما يمشي بالدليل هي له لا، هو عن طريق يعني الفايرال لود، فشفت تلقى الار تي هنا، اذا الار تي ريفيرس ترانسكريبشنز بي سي ار، شويه بدكم تميزون حينتبع عن نوع الفيروس. على العموم اليوم موضوعنا مو انا ما دخلتكم في هذا اللاين، بس يعني على مود تعرفون الطلاب، يعني انت راح تتخرج لازم هاي المعلومه تعرفها. عندنا بالنسبه للجل الكتروفوريسيس، شوفوا هذا التوك كله ما راح اتطرق له، هذا كله عليكم، هذا كله عليكم طلاب، كله عليكم. هنا نجي بعد الصوره هاي نشرح، ناخذ الزبده مال الموضوع. طلاب شايفين التانك، جهاز التانك اللي يرحلون بيه طلاب بالمختبر، شايفين التانك اللي يخلون بيه البفر بالبدايه، انت لما تريد شايفين التانك بالضبط، هو كانما يعني يعني نقول مستطيل تقريبا مربع، بالمتوسط اكو كانما مثل مكان مرتفع ليوضع عليه الجل، ومنه ومنه اكو كانما مناطق معقوفه او يعني حفر موجوده جانبيه يتخلى بيها البفر، والبفر خلي بالك حتى يغمر الجل. هنا طلاب احنا ايش عندنا؟ ليش استخدموا هذا يعني الجهاز؟ طبعا هذا جهاز البي سي ار لما شوي يعتبر اكتشاف كبير جدا بالنسبه للبشريه، والدليل احنا بدنا نستخدمه بتشخيص وكل شيء يدخل بتشخيص الفيروسات والبكتيريا. هنا طلاب احنا اعتمدوا على انه اذا الماده اللي عندي دي ان اي او الار ان اي تحتوي على شحنه، شنو شحنتها؟ الدي ان اي شنو شحنته؟ دكتورة سالب يعني يحتوي على مجموعة سالبه. لا لا نعم سالبه، الدي ان اي والار ان اي شحنتهم سالبه طلاب. وحتى ذاك لكم بالدوك كاتبين البروتين، بس مخلين علامة استفهام، أنا أقول لك البروتين أكو شحنة موجبة وشحنة سالبة، لذلك على مود أني أخلي كل شحنته سالبة، لأن يعني كل الترحيل يكون من القطب السالب للقطب الموجب، البروتين انعامله بالاس دي اس، يعني أخلي الشحنة كلها سالبة، إذا هو سالب يبقى سالب، وإذا هو موجب أسوي سالب طلاب. لكن الدي ان اي لا ما عامله بأي مادة، لأن هو اوريدي شحنته سالبة، والار ان اي شحنته سالبة. لذلك هنا طلاب تيجي انت تحضر الجل، انا لما احضر الجل شلون احضر الجل؟ شلون اعرف هذا الجل اللي احتاجه لازم يكون تركيزه يعني عالي، وهذا الجل احضره جل الاجاروز، طبعا هنا احنا نستخدم الاجاروز جل، احضر هذا التركيز، هذا الجل يكون عاده تركيزه
يعني نقول قليل. يعني لما اقول تركيزه عالي واقول تركيزه قليل، يعني هنا البور سايز اللي احتاجها تكون بالنسبه للقليل تكون كبيره، وبالنسبه للثيك يكون البور سايز مالتها صغير. هذا يعتمد على البرودكت اني ايش قد البرودكت مالتي ايش قد قيمته، ايش قد هو 300 بيس بير. اني هاي القطعه الاردكاثر هاي ايش قد السايز مالتها، هل هي 1 كي بي 1000 بيس بير، هل هي 300 بيس بير، هل هي 150 بيس بير. اذا اني عندي البرودكت اللي مو اقول البرودكت، اقول القطعه الارض كاثرها مخلي يعني حاسبها، وعندنا سوفت ويرات تحسب تقول لك انت الان انت الجين مالتك على سبيل المثال هو 500 بيس بير، فانت تسوي له برايمر ديزاين للفورورد والريفرس برايمر، فعلى اساسها تعرف المفروض القطعه تطالع 500 بيس بير. فهنا أنا على اساس ال 500 بيس بير انت لازم تقول مثلا انا السايز كان 500 بيس بير او 350 بيس بير استخدم 0.3 جرام بال 30 مول بالبفرز، والبفر اللي تستخدمه بالتانك هو نفسه اللي تحضر بيه جل الاجاروس. طلاب حضرت الجل بالاعتماد على السايز مال القطعه مالتي، انا اقدر احل 1000 بيس بير، لذلك شو استخدم هنا؟ يجب ان يكون التركيز الخاص ب يعني كانما تقول 3%، اكو تقدر تستخدم 3% 2% 5% طلاب، توصل الى 6% حسب البرودكت مالتك، حسب السايز مال القطعه اللي انت تريدها. مثلا انا بدي 1000 بيس بير، فمو معقولة أروح أستخدم تركيز عالي من الجل، لأن أريد الجينوم يمشي بالجل طلاب، حتى أحدده موجود لو ما موجود، وخصوصا إذا أنا عندي جينوم ما قطعته، أو عندي قلت لك كمية يعني السايز مالته 1 كي بي اللي هو 1000 بيس بير. فهنا هو هذا معناه شلون تحضر الجل، خلي ببالك تعرف السايز مالتك، وعلى أساس السايز مالتك تعرف كمية الجل اللي لازم تستخدمها. هو هذا أول شيء لازم تتبعه طلاب، هاي كلها مذكور بالشرح. هاي عملية تحضير الجل preparations. قلنا إحنا هنا لما أجي أني شو أحتاج؟ شو ألود بهاي الويلات؟ هنا هنا إحنا لما حضرنا هنا نخلي كام مثل المشط، وبعد أنه يتصلب الجل طلاب، طبعاً أنت خلي ببالك إذا تستخدم جل والجل مالتك يكون عادة الناتج مالتك 150 بيس بير، فالجل لازم يكون ثيك، مثلا انا استخدم يعني 5%، فاقول استخدم يعني التركيز مالته كلش يكون كبير. على حتى ليش هاي؟ حتى مو البرودكت مالتي يمشي بالجل بسرعه ويوقع بالبفر وانا ما ادري طلاب. لذلك يجب انه اتحكم ب لما اسوي اجاروز جل بريبريشنز اعرف اني ايش قد لازم اضيف، اكو كميه ستاند اكو كميه ثابته استخدمها لكل انواع البرودكت، لا 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 ماكو، لكل برودكت كميه انت شوف ايش قد لازم تستخدم له حسب انت فهمك. يعني اني على سبيل المثال قلت له 500 بيس بار استخدم تركيز 0.3 جرام بال 30 مل بالبفرز، لان ما استخدم 100، احنا الويل هذا التانك اذا انتم استخدمتوه بالجزيئي ترى 30 مل تكفي تبني، يعني تاخذ توزن 0.3 جرام من الاجاروز وتضيف 30 مل من البفرز نفسه اللي تستخدمه بعمليه الترحيل، والذوبه زين كل شيء ذوبه كل زين، طبعا شوف ماكو اي بارتكلز، وبعدين تصبه بال الكونتينر الخاص اللي يصلى بيه، وتخلي الكام بالمشط، تخلي الكام بالمشط وتنتظر يصلى، بعد تاخذه تخليه بالتانك. هو هذا التانك طلاب، خليته هنا التانك ايش يحتوي؟ يحتوي على البفر، البفر يحتوي عاده على البفر، طبعا هذا البفر حتى يغطي لك الجل، تبدي تلود السامبل مالتك. زين السامبل مالتي الالوده شنو هو؟ دي ان اي، التمبلت مالتك هو الدي ان اي. بعد شنو؟ احنا هنا التمبلت الطلاب هو عباره عن سائل، الدي ان اي يكون لك عباره عن سائل، شوف سائل شفاف، انت ما راح اشوف يعني كتمبلت تمبلت، شوف سائل شفاف رائق.
زين اني هذا لو دا دايركت لا، هذا يجب انه نضيف له ماده نسميها لودنج بفر، بفر التحميل. زين هذا بفر التحميل ايش بيه؟ هذا بفر التحميل بماده تدخل لك، هو يحتوي على الجليسرول حتى يخلي الماء الدي ان اي لما تلوده بالويل ما يسوي فلوتنج اب، ما يطفو ويروح لك بالبفر وبعدين يبقى لك الويل فارغ ما بي اي شيء طلاب. وبالتالي بعض الاحيان اذا انت متاكد عندك دي ان اي ولودته بالويل وشفت انه ما ظهر لك الاي جينوم طلاب، اتاكد من اللودنج داين انت دا تستخدمها. يمكن الجليسرول مو بكميه كبيره، لكن بعض الاحيان هم يضيفوا لك جليسرول زياده، هاي تعتبر سكيل مال الشخص اللي يشتغل بالبي سي ار كثره طلاب. لذلك هاي اللودنج داي تاخذ انت التمبلت مالتك الدي ان اي تمزجه مع اللودنج داي اللي تحتوي على ماده، هاي الماده هي جليسرول بعض ويحتوي على صبغه، الصبغه هي نسميها تريكنج داي. التراكينج تاعي طلاب على مود انت تتبع مسار الدي ان اي وين ده يوصل، لان دائما انت تنهي عمليه الترحيل قبل ان يوصل الى الحافه الاخيره طلاب. يعني حتى لو انتوا اذا صدق شايفيها بالجزيئي تشوفون الويل السفلى اللي يعني الصبعه ليها الجل بيها خطوط، فاحنا دائما نقول توصل للخطين الموجودات قبل الاخير وتوقف عمليه الترحيل. انت دا تشوف شيء لونه ازرق وده يتحرك او لونه اصفر وده يتحرك حسب الصبغه اللي يضيفوا لك اياها، نسميها تراكينج داي على مود اعرف مسار الدي ان اي مالتي دا يمشي او ما دا يمشي طلاب. هنا هسه احنا اللي هنا شو استخدمنا؟ تعلمنا شلون نسوي الاجاروز جل، وتعلمنا شلون نلود السامبل مالتنا بالويلز. هنا بعد عم انتهى الترحيل، هنا لما تيجي احنا خلي ببالك طلاب، خل دائما تكون منتبه على الاشاره السالبه والاشاره الموجبه، لان دائما الجينوم مالتك يتحرك من السالب للموجب. يعني والله انا اشتغلت اجيت يعني اجت طالبه بدها تحكي وياي، فأنا خليتها ما منتبهة، خليتها بالعكس، يعني خليت القطب يعني كأنه ما عكسته، يعني خليته على القطب السالب. فالأقطاب نفسها هنا الأقطاب هي متحركة، فخليت القطب السالب مكان القطب الموجب وهكذا. لقيت إنه الجينو يعني المادة النووية مالتي موجودة بالويلات متحركة بالاتجاه الثاني وساقطة بالبفر. لذلك يجب أن تكون يعني منتبه أنه الاتجاهات تكون عادة عندك صحيحة حتى ياخذ الاتجاه الصحيح من القطب السالب إلى القطب الموجب. عندنا هنا هسه أني ترحلت يعني شلون راح أشوفه؟ أشوفه عن طريق صبغة تكون فلوريسنس تحت اليوفي، وهذه الصبغه تكون لها القدره انه ترتبط بالدي ان اي، لما ترتبط بالدي ان اي تكون عاده الفلوريسنس تحت اليوفي طلاب. صبغات متعدده كثيره عندنا، على سبيل المثال الريد سيف داي. الريد سيف داي انت هنا صبغه، هذه الصبغه تكون فلوريسنس تحت لما ترتبط ويا الدي ان اي تكون فلوريسنس تحت اليو في لايت، فبالتالي تمكنني متى استخدم هاي الصبغه. هاي الصبغه تقدر تستخدمها لما تحضر الجل، انت تحضر الجل تاخذ من عندها 1 مايكرو لتر تخليه بالجل وين بعد ما تذوبه، وبعد ما تذوبه يعني تحت احنا نستخدم المايكروويف ونذوب الجل، بعد ان يذوب بكل الزين وشوف ما في اي جزيئات تاخذه تخليه على البيت تنتظره يبرد بس مو يتصلب. يعني مجرد انه تستمر تحرك فيه، ما تتركه على البيج، تستمر تحرك فيه تشوفه دفئ، تشوفه بعد دفئ، بعد دايركت وراها تخليه الداي اللي تمكن لك عاده انه تشوف الدي ان اي تحت اليو في لايت. تخلي الداي بالجل، تخلي الداي بالجل ترجع كل الزيان طلاب، بعدين الصبه تعوفها يتصلب، بعد ذلك تخلي السامبل مالتك بالويلات، وبعد انتهاء عملية الترحيل
تفصل هاي الرفعة من البفر وتروح تخلي جهاز اليوفي، وبالتالي تتمكن انه تشوف هاي الباندات. شلون شفتها؟ لان الصبغة وظيفتها لها القدرة انه تكون ترتبط مع الدي ان اي، وتكون بارتباطها مع الدي ان اي تحت اليوفي تكون فلورسنس، فبالتالي تستطيع ان تشاهد الباندات بهذا الشكل. طلاب هذا الشكل يكون بالضبط، هذا الشكل اللي تشوفه. زين انا السايز مالتي شلون اعرفه؟ على اي اساس؟ على مود اقول انا طلع لي برودكت لو ما طلع لي برودكت، على اساس الماركر او اللادرز. هاي الماركر او اللادرز احنا جاهزه نشتريها، بيها لما نترحلها يعطوك اياها يعني دليل يقول لك عاده شنو الباندات اللي راح تظهر لك، وكل باند من هذه الباندات الحجم مالته ايش قد بالضبط. فعلى اساسها انت مثلا هنا تقول هاي انا الباند هذا 1000 بيس بير، هنا هذا الباند هنا بالموازي يكون 800 بيس بير، وهنا أنا هذا الباند عادة يكون 600 بيس بير. فعلى أساسه أنت تقدر تحدد البرودكت اللي أنت تريده. يعني على سبيل المثال أنت تريد برودكت 500 بيس بير، وظهر لك هذا الباند أبو 1000 بيس بير، فهنا شو تقول؟ أنا ترجع تقول انه البرايمرز اللي انا استخدمته على مود اسوي امبليفيكيشن لهي القطعه كان نون سبيسيفيك، لذلك تحاول انه تسوي اوبتمايزيشن. سويت مره مرتين اوبتمايزيشن وما ظهرت لك النتيجه 500 بيس بير، وبقت لك تظهر لك ال 1000 بيس بير، ذب هذا البرايمر، سوي ديزاين برايمر جديد، وهكذا. ها هي طلاب، يعني هذا بالمختصر الحكي ذاك اللي موجود كله، هو هذا بالمختصر اللي وضحت لكم اياه طلاب. ودائما القطعه حجمها كبير، طبعا حجمها كبير، فانت هنا الترحي يعني ما راح تمشي بالجل هوايه بالمقارنه مع هنا قطعه حجمها 100 بيس بير. يعني 1000 بيس بير لما تمشي حجم قطعه كبيره، يعني كانما واحد يعني فيري بيج ويمشي، وتقارنه مع واحد سلم ويركضون اثنيناتهم، فطبعا السلم يكون اسرع من الشخص اللي يكون فيري ثين. فهو هذا طلاب بالنسبة إلى الجل الكتروفوريسيس. أحد عنده سؤال ماما اللي هنا؟ أوكي، هاي البرنسبل الأساسية اللي أنتم كلكم ماخذيها، الجل الأجاروز شلون تحضره، والتركيز مالته شلون يكون، القطعة مالتك هاي بالنسبة لتحضير الأجاروز جل. خلي بالك الدي ان اي عنده شحنه سالبه، لذلك اثناء عمليه الترحيل يجب ان تبدي يعني لما تخلي الويلات تكون باتجاه السالب حتى يتحرك باتجاه الموجب. ودائما طلاب لما تفتح التانك اباوع على الواير ده يصعد منه بابلز. بعض الاحيان البفر يكون قديم، يعني البفر مستخدمينه مستخدمه انت 3 مرات، وتجي هسه انت ترحل بيه وانت شغلت الكهرباء ورحت. احنا نشغل الكهرباء ونروح نسوي شغله ثانيه، فاحنا قبلها نشوف اذا يصعد بابلز، اذا هذا بعد يحتوي على يعني شحن الكترويد نسميه، او شحنات تستطيع ان تتحرك من القطب السالب للقطب الموجب على مود تسحب لي معاه الجينوم مالتي. وبالنسبه الى الدي ان اي لما نلوده لازم امزجه بالبدايه بداي اللي هي لودينج او بفرز، نسميه لودينج بفر، بفر التحميل. ليش استعمل بفر التحميل؟ على مود الدي ان اي ما يصير له فلوتنج اوت، يعني يطلع من الحفره، لانه يعتبر وزن حجمه خفيف. لذلك احنا نتقلب بما نتقلب باللودينج بفر اللي تحتوي على جليسيرول طلاب، وبنفس الوقت تحتوي على داي ثانيه على مود انا اتاكد انه اسوي تراكنج، يعني اتبع الاثر الجين الدي ان اي ده يمشي بالجول. لما طلاب قبل لا يوصل الى النهايه انا اوقف عمليه الترحيل، ارفعه واروح اشوفه باليوفي. بس خلي ببالك انت اثناء عمليه تحضير الاجاروز انت ضفت هنا صبغه، هذه الصبغه هي اللي تمكنك عاده انه تشوف الدي ان اي. بعض الاحيان يستخدمون صبغه الان بالمختبرات هذه الصبغه طلاب يقول لك انا ما اضيفها للجل، انما شو اسوي؟ الجل ورا انتهاء عمليه الترحيل تاخذه تغمره بطبق، هذا الطبق يحتوي على صبغه.
وهذه بعد ذلك تاخذ هذه يعني بتبقي لمده 5 دقائق، بعد ذلك ترفعه وتشوفه تحت اليو في اليومينيترز اللي هي تستطيع ان تتمكن بواسطتها نتيجه تفاعل الصبغه الدايه اللي عندك مع الدي ان اي تكون فلورسنس تحت اليو في، فبالتالي نستطيع ان نشوف هاي الباندات يكون لونها يعني ابيض لماع طلاب على واجهه الجرم تظهر بشكل لون اسود بالضبط نفس هذا الشكل بالضبط، هذا هو اللي نشوفه. هذا هو بالنسبه للجل الكتروفوريسيس. عندنا بالنسبه للبي سي ار طلاب، انتم مع امل ذلك لكم المختبر اعاده، البي سي ار شنو الخطوات الاساسيه والستيب الاساسيه الثلاثه بالبي سي ار طلاب؟ طلاب ما سمعوني، شنو الستيبس الاساسيه الثلاثه بالبي سي ار؟ طلاب ماما سمعوني، تكسير الدي ان اي، شلون يكسرون كرار تكسير هو ها تكسير، وهي هو اصلا هو البوليمراي تشين هي امبليفيكيشنز فور ذا دي ان اي بيس اوف ذا دي ان اي، لكن انا دا اقول سؤالي هو شنو هو الخطوات الاساسيه الثلاثه بالبي سي ار؟ نعم بالعربي 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 كرار، قل لي بالعربي. لا لا رأس رحت على استطالة كرار، حسان انطيت الجينوم، لما انا استخلص جينوم من فيروس، هسه احنا فيروسات او انتم تشتغلون على بكتيريا، انطيت جينوم، فش تتوقع هذا الجينوم شو يكون؟ دبل سترين دي ان اي صح لو لا؟ دبل سترين دي ان اي، فانت هنا اول خطوه بالبوليمراي تشين رياكشن انه شو تسوي هاي دبل ستراند دي ان اي، لازم شو يصير بيها؟ تنفتح، انا محتاج عفوا انا تنفتح تنفصل عن بعضها البعض، هاي اول خطوه، هاي اول خطوه، اذا هاي نسميها عاده الدينيتشرايشنز، فلما تنفصل عن بعضها البعض احتاج الى درجه حراره 95 درجه مئويه 96 حسب البروسيجرز اللي انت تتبعه، نقول احنا 95 لان ستاندرز اغلب يعني الاستعمالات اللي كانت فيها 95. فتحت الشريطين عن بعضهم البعض. الخطوه الثانيه بالبي سي ار احسنت، الانيمك هي الاستطاله المتاسفه، لا لا الاكستنشن استطاله، الانيمك هي ارتباط البرايمرز بالمنطقة الخاصة بي. احنا مو عندنا بوادق طلاب، بوادق اللي هي البرايمرات، هسه يبدي البرايمرز، احنا هسه اول خطوة انفتح شريط الدي ان اي اللي كان دبل سترين واصبح بشكل سنجل سترين، هسه مو انا كان ضفت بوادق، هاي البوادق البرايمرات تيجي تبحث وين المنطقة اللي تقدر ترتبط بيها، مجرد انه ارتبطت معاها نسمي هاي المرحلة انيلينج، تدعى هذه المرحلة عادة بالانيلينج، وراها المرحلة الأخيرة اي الاستطالة او الاكستنشن احسن. هسه شو يبدي شنو هو؟ يعني مجرد انه ارتبطت معاه قطع البرايمرز، وكل البرايمرات اثنيناتهم يجب ان يكون النهاية مالتها 3 برايم، ليش؟ لان عندنا انزيم البوليمرايز التاج بوليمرايز ما يشتغل وما يرتبط الا بالنهايه 3 برايم، مجرد انه يشوف نهايه 3 برايم حره، يعني شخص يقول لا ليش ما يرتبط بالنهايه 3 برايم الخاصه بالدي ان اي؟ شنو شو تقولون؟ شنو السبب؟ تكون محميه طلاب، تكون محميه بالمقارنه مع البادي اللي انت صممته طلاب، لذلك هنا يكون مرتبط عاده بالنهايه، يرتبط بالنهايه 3 برايم ويبدي اضافه النيوكليوتيدات ويسوي عاده استطاله، وبالتالي ينتج لك القطعه اللي انت تريدها، وبالتالي نقول نسمي هاي القطعه الامبليكون، هاي القطعه يطلق عليها عاده الامبليكون. هسه نتطرق للطلاب، انا اكدت على البي سي ار، وهسه البي سي ار لا ناخذه بالتفصيل لانه كل ما نعيد هو الاساس، يعني لان على مود يبقى اكثر ببالكم. البي سي ار طلاب بوليمرايز تشين رياكشنز مختصر، هو ان فيترو تكنيك فور امبليفيكيشنز اوف ا ريجن اوف ذا دي ان اي هو سيكونس از ناون
or which lie between two regions of noun sequence. ليش قلت noun sequence؟ noun sequence يجب أن يكون يعني طلاب، يعني أنا على سبيل المثال إذا عندي قطعة وهذه القطعة تسلسلها غير معلوم وأريد أعرف تسلسلها، بأي طريقة أعرف تسلسلها؟ تتوقعون بأي طريقة؟ هنا هسه هنا بالبي سي آر يجب أن يكون تسلسلها is known، معروف، أو أنها تقع بين جينيا والجينيا تسلسلها المعروف، حتى البرايمر يبدي من هاي الجينات اللي يكون تسلسلها معروف طلاب. لكن أنا إذا عندي قطعة وهاي القطعة كلها تسلسلها ما معروف، إذا أريد أعرف التسلسل مالتها طلاب، احنا البي سي ار هنا مو بس امبليفيكيشن ناخذه ونسوي له سيكونس على مود نعرف التسلسل اكثر. يجب ان اسوي عمليه الكلوننج ببلازميد، والبلازميد التسلسل مالته كله يكون معروف، فاشيل من عنده قطعه، اوكي، اربط قطع القطعه مالتي اللي اريدها، واسوي البرايمرات من تسلسل البلازميد اللي يكون معروف، فبالتالي تمر خلال القطعه اللي انا ضفتها، وبالتالي اعرف التسلسل مالتها. لكن بالنسبة للبي سي آر يجب أن تكون تسلسلها معروف طلاب، أو بين قطعتين تسلسلهم يكون معروف حتى أقدر أعرف أسوي ديزاين برايمر، أعرف برايمرات أصممها، يعني أعرف التسلسل مال البرايمرات اللي راح أصممها. قبل أنه اكتشاف البي سي آر، الدي إن إيه أوف إنترست كود أونلي بي أمبليفايد باي أوفر إكسبريشن، يعني عن طريق الكلونينج طلاب، هو هذا مقصود الاوفر اكسبريشن، هو الكلونينج التعبير الجيني انسيال، and this with limited yield. يعني دائما بالمقارنه مع البي سي ار، البي سي ار احدث ثوره، يعني اصبح المستحيل ممكن طلاب مع البي سي ار. لكن قبلها كان تكثير او معرفه تسلسل اي قطعه يعني بنوع من الصعوبه، وحتى انت لما احنا لما نقول امبليفيكيشنز، فانا قاعده اكافرها بعدد كبير جدا، وهذا يمكنني انه اعرف السيكونس مالته. لكن قبل هاي الفتره كان الاوفر اكسبريشن اليلد مال القطعه، الناتج مال القطعه يكون التكاثر مالته قليل، فبالتالي هذا من الصعوبه انه اثناء عمليه السيكونسنج انه اعرف شنو هو التسلسل مالته. الهيستوري، بالنسبه الى الهيستوري الخاص بالبي سي ار طلاب، عندنا 1966 طلاب، هو بالنسبه الى البي سي ار، البي سي ار كان فكره يعني طبقوها طلاب يشتغلون بالمختبر، طلاب دراسات عليا طلاب، فطبقوها وبعد فتره نفذوها. فبدت عادة هذه الفكرة بالنسبة للهيستوري الخاص بالبي سي ار عام 1966. عام 1966 توماس بروك ديسكفر ثيرموس اكواتكس، عبارة عن بكتيريا. هذه البكتيريا الثيرموس اكواتكس إلها القدرة أنه تتحمل درجات الحرارة العالية، لذلك اعتبروها ثيرموستيبل بكتيريا. هاي وين اكتشفوها طلاب؟ اكتشفوها بأيسلندا. طبعاً أيسلندا قريبة من القطب الشمالي، منطقة إذا تشوفون هنا منطقة كلها ثلوج، لكن بيها ينابيع مياه حارة طلاب. شوفوا هنا حتى تعتبر مناطق سياحيه اللي يريد يروح لايسلندا طلاب، هنا بيها مناطق، يعني سبحان الله هي منطقه كلها ثلوج طلاب، لكن هذه المناطق تكون درجه حرارتها عاليه، ينابيع المياه الحاره، هوت سبرينج اوف يلو ستون ناشونال بارك الموجود بايسلندا. اكتشفوا بكتيريا ثيرموس اكواتكس. الثيرموس هاي هذا هو اكتشافهم بالبدايه طلاب، اكتشفوا هاي البكتيريا وسجلوها. عام 1983 كيري postulated the concept of VCR. كيري دكتورة كيري طلاب يعني طلقت أو افترضت أو أسيوم، قالت نقدر إحنا افتراضياً أنه نضعف قطعة الدي إن إيه خارج الخلية in vitro.
ونالت جائزة برايس على هاي الفكرة مالتها بعد أن طبقت عام 1993 طلاب. لأن عام 1985 سايتي نشر بيبر تقلش على أنه استخدم البي سي آر بتكثير البيتا جلوبيولين، تكثيرها وتشخيصها طلاب، لكن استخدم هنا طريقة الهايبريدايزيشنز شوية طريقة معقدة. لكن لما عام 1985 شركة سترس علمائها عملوا على استخلاص انزيم، هذا الانزيم هو التاج بوليمرايز. منين استخلصوه؟ استخلصوه من نفس البكتيريا اللي اكتشفها توماس براكس، هي ترموس اكوتكس. وهذه هذا التاج بوليمرايز حقق ثورة في مجال البي سي ار، جعلنا هسه احنا بامكاننا انه نجري بي سي ار بالمختبر طلاب. هو هذا تاريخ هيستوري اوف بي سي ار طلاب. اي ناشونال بارك يريد يروح لايسلندا. رياكشن كومبوننت، انت لما تريد تسوي بي سي ار انت ايش تحتاج من تيوبه على مود تسوي امبليفيكيشن للقطعه؟ تحتاج الدي ان اي تمبلت، الدي ان اي اللي انت استخلصته، دي ان اي، انا استخلصته اذا من فيروس او بكتيريا. فيروس ار ان اي يجب ان يتحول الى دي ان اي، لان البي سي ار ما يشتغل على الجينوم الا عندما يكون دي ان اي طلاب. تحتاج بعد بوادر برايمرز تو ريفيرس فورورد اند ريفيرس برايمر. احتاج انزيم، يا انزيم، الانزيم هو تاج بوليمرايز، تاج دي ان اي بوليمرايز. واحتاج نيوكليوتيدات، دي معناها دي اوكسي، لان نعرف احنا النيوكليوتيدات عادة تكون الرايبوز، يعني بالنسبة طلاب الفرق بين الدي ان اي والار ان اي بالنيوكليوتيدات شو يكون؟ دكتور مجموع الاكسجين، دكتور الدي ان اي منقوص الاكسجين، منقوص الاكسجين. لذلك دائما طلاب اذا تشوفون دي ان تي بي اذا تاكد انه هذه النيوكليوتيدات تابعه للدي ان اي. لما نشوف ان تي بي اونلي اذا تاكد هاي النيوكليوتيدات تابعه للار ان اي طلاب. ذلك هنا دي ان تي بي، ونحتاج الى المغنيسيوم، ونحتاج الى البفرز. هذا على مود يجعل لي عمليه المغنيسيوم والبفرات هي على مود تحفز لك شغل البوليمرايز، تحفز لك شغل الانزيم، لان هاي البفرات هي كلها للانزيم، لان الانزيم هو اللي راح يضيف عاده الدي ان تي بي. هاي هي المواد اللي احتاجها باليوتيوب حتى اخليه بعد ذلك بالجهاز البي سي ار. اذا عندي الدي ان اي تمبلت، الدي ان اي تمبلت يحتوي عاده على القطعه اللي انا ابي اسويها سيكونس، او انه ابدا اعرف السيكونس مالتها والسايز اوف ذا تارجت دي ان اي. طلاب انا بالبي سي ار، يعني شخص يقول انا بالبي سي ار اي قطعه اقدر اسوي لها امبليفيكيشن وارحلها؟ متاسفه، السايز مالتها اب تو وصولا الى 3 كي بي، 3000 بيس بير. لكن انا اقول لك 3 كي بي تو ماتش، يعني 1000 بيس، يعني 1000 1 كي بي اللي هي 1000 بيس بير، هذا الحد طلاب. لان انت اذا تريد تسوي لها سيكونس راح يطلع لك السيكونس البيكات تطلع لك ربش اذا 3 كي بي. لذلك دائما اذا احنا عندنا 3 كي بي احنا نقطعها، يعني بالبدايه شو نسوي؟ نسوي فورورد ريفيرس برايمر، نكاثر قطعه من عندها، لو بنسوي فورورد ريفيرس برايمر بجزء ثاني نكاثر قطعه من عندها، وبعدين ندمجهم مع بعضهم البعض، يعني احنا ندمجهم نكمل القواعد النيتروجينيه مالتهم، لان هم اوريدي راح يندمجون، لان يقول لك كل واحد بدايته ونهايته. لكن على العموم يعني اجهزه البي سي ار تختلف، بعضها يمكن يكون لها يعني قدره انه تسوي لك يعني يعني تعطيك سايز 3 كي بي اب تو 3 كي بي. لكن على العموم اذا تريد انت تكافر قطعه 3 كي بي وتريد تسوي لها سيكونس، يعني تسال الشركه تسوي لها سيكونس، ما افضل هذا الشيء، راح تطلع لك البيكات كلها ربش. لذلك تسويها تقطعها يعني 1 كي بي 1 كي بي 1 كي بي، وكلها تسويها عاده كل واحد يسوي له فورورد ريفرس برايمر، وبعدين تجمعها مع بعضها البعض فيكون عندك شريط 3 كي بي. هاي بالنسبه الى دي ان اي تمبلت. بالنسبة إلى الشيء الثاني البرايمر، إذا إيش عندي؟ عندي تو سيت، عندي برايمر واحد لاثنين، عندي الفورورد والريفرس برايمر. لما أنت تصمم البرايمر طلاب يقول لك السايز مالته يكون
يعني المثالي من 20 الى 30 نيوكليوتيد، لا تخليه 40 نيو، لا تخليه 40 ولا تخليه 10 ولا تخليه 15، لا الحجم صغير افضل ولا الحجم الكبير يكون جيد طلاب، يكون المثالي من 20 الى 30. طبعا انت تصنع، انت يعني تدزه للشركه وهي اللي تصنعه، انت صناعيا طلاب complementary to the 3 end of target DNA. شنو معنى هالكومبلمنتري؟ اذا نجي هنا تنتبهون هنا طلاب، نفرض انه عندنا احنا شريطين، هذا شريط من 5 برايم انت 3 برايم، والشريط الثاني من 3 برايم انت 5 برايم. لذلك انا عندي هنا هذا البرايمر، وهنا عندي عاده البرايمرز. شوفوا هذا هي هو الفورورد برايمر، هذا الريفيرس برايمر. طلاب دائما مثل ما قلت لك، انت لما يعني لما نسوي ديزاين للبرايمرز نتاكد انه احنا اللي اعطيكم عملي. يلا طلاب احنا هسه لما ندخل على الان سي بي اي القي الجينوم موجود بشكل شريط واحد بس، لما القاه بشكل شريط واحد الشريط الثاني موجود، نعم موجود، بس هم مطيك بس الفورورد، دائما يكون بس الفورورد فورورد، ما ينطوك الريفيرس، ما ينطوك الكومبلمنتري مالته. لكن دائما البرايمرز اللي انت تسوي له ديزاين يكون عاده كومبلمنتري، يعني انا هنا طلاب بالشريط اللي يبدا من 3 برايم انتر 5 برايم، البرايمرز اللي هو الفورورد برايمرز كان كومبلمنتري لهاي القطعه، مو نفس التسلسل مالتها، يكون عاده كومبلمنتري لها. والبرايمرز اللي سويت له ديزاين بالنسبه للقطعه من 5 برايم انت 3 برايم، انا مين ما اخذته؟ ما اخذته من الكومبلمنتري، شرط الكومبلمنتري الاصلي، وهو بنفس الوقت كومبلمنتري لهي القطعه. هو هذا معناه انه كل برايمرز يكون كومبلمنتري تو ذا 3 اند اوف ذا تارجت دي ان اي. نهايته يجب ان تكون 3 برايم، لانه التاك بوليمرايز ما يشتغل الا على النهايه 3 برايم اند. بس فقط هاي النهاية هو اللي يرتبط بيها، بارتباطه معها يبدي يضيف النيوكليوتيات الدي ان تي بي ويكمل عادة عملية الاكستنشن. Not complementary to each other، لما نسوي ديزاين برايمرز يعني مو اسوي الفورورد اي تي اي تي واسوي الريفيرس تي اي تي اي، وبالتالي احدهم يكون مكمل الاخر، يرتبطون مع بعضهم البعض ويرتبطون الدي ان اي. هو هذا معناها انه البرايمرات اللي تسوي لها ديزاين يجب انه ما تكون مكمله لاحد، يعني ما يكمل هذا يكمل هذا الشريط، وبالتالي هم يرتبطون مع بعضهم البعض ويتركوا لك عاده الدي ان اي وما يضعفون القطعه اللي انت كريتها. هذا معناه نوت كومبلمنتري تو ايتش اذر. عندنا بالنسبه للبرايمر نوت كونتين، يعني ما هي صفات البرايمرات؟ انت هسه لما تريد تسوي ديزاين برايمرز، اولا تخلي ببالك انه ما يحتوي على التكر، يعني مثل ما قلت لك البرايمر ما يكون احدهم كومبلمنتري للاخر، وبنفس الوقت انتبه عليه هو البرايمرز نفسه اذا 20 بيس بير مو يكون بشكل متكرر، بحيث هو البرايمر يرتبط مع بعض البعض ويكون بشكل لوب، فبالتالي انت هنا فقدت البرايمرز، ما راح يصير لك اي امبليفيكيشن للقطعه اللي تريتها. هو هذا معنى البرايمر نوت كونتيننج انفيرتد ريبيت سيكونس تو افويد فورميشنز اوف انترنال ستراكشرز. انترنال ستراكشرز اما يرتبطون مع بعضهم البعض اذا كان هو احدهم كومبلمنت للاخر، او هو نفس البرايمرز اذا بي تسلسلات متكرره، وبالتالي مثلا على الجهه الاولى بي اي والجهه الثانيه بي تي يمكن يرتبطون مع بعضهم البعض، والجهه المقابله تكون تي والجهه الاخرى اي يرتبطون، فبالتالي كلك بشكل حرف يو، هو يرتبط البرايمر مع بعض البعض بشكل حرف يو. هاي اول شيء نتجنبه. لذلك لما نسوي ديزاين اشوف التسلسلات مالتي واشوف يعني اقارنها احقفها، يعني ببالي انا احقفها واشوفها، يمكن هنا لذلك يعني يجب ان يكون اي بالبدايه بالاخير يكون جي، هنا تي بالاخير من الاخير يكون سي بالاخير، وهكذا. التسلسلات الجي سي يجب ان تكون من 40 الى 60 كونتنت، بريفير فور بتر انيلينج. مثل ما قال كرر هي عمليه ارتباط البرايمر بالدي ان اي، هي هاي عمليه الانيلينج.
لما اني عندي احنا نعرف الجي ويا السي ارتباطها بثلاث اواصر هيدروجينيه لما اقارنها مع الاي والتي اللي هي اصرتين هيدروجينيه. كل ما كانت كميه الجي والسي بي عاليه كلما كان ارتباطها عالي جدا بقطعه الدي ان اي. طلاب ملتنج تمبرتشر اوف برايمر كان بي كالكوليتد تو ديترماين انيلينج تي زيرو. احنا ايش عندنا؟ عندنا طلاب الملتنج تمبرتشر عمليه كل برايمرز لما نسوي له ديزاين حتى لما يجيك التيوب من الشركه يقول لك هذا الملتنج تمبرتشر مالته هو حوالي مثلا 60 والثاني الملتنج تمبرتشر مالته هو حوالي 65 طلاب. لذلك يجب انه تحسب انت اذا ما مكتوب من قبل الشركه انت عندك اكويجنز معادله خاصه تقدر تحسب بيها الميلتنج تمبرتشرز لكل برايمرز وبالتالي انت لما تستخدم الانيلينج تمبرتشرز على اساس الميلتنج تمبرتشرز انت راح تكون موحده مو كل واحد 61 واحد 65 لا يجب ان تكون بالمنتصف دائما نستخدم 63 62 على رقم 61 واحد 65 بالنسبه للمالتنج تمبرتشر سمارت البرايمرات. عندنا الطرق البي سي ار قلنا ثلاث خطوات هي لينتشريشنز يفصلهم الاشرطه عن بعضها بعد 95 درجه مئويه بعدين اسوي الانيلينج اللي هي هايبريدايزيشن هي ارتباط البرايمر بقطعه الدي ان اي وبعد ذلك عملية الاكستنشن الاستطالة ب 72 درجة مئوية. خلي ببالك كل 1 كي بي تحتاج 1 كل 1 كي بي تحتاج 1 مينت فور اكستنشن. هاي تخليها ببالك لما اذا انت تريد تحسب عادة الاكستنشن ايش قد يكون. وبعد انت تحدد بالجهاز كم دورة راح تخليها دائما احنا نخليها 30 او 35 او 40 الماكسيموم 140 طلاب. لذلك اول ستيب هي انه تفصل انت عندك التابلت مالتك هو شريطين متصلات مع بعضهم البعض يجب ان ينفصلون عن بعضهم البعض حتى يقدر البرايمر يدور على القطعه اللي راح يتصل بها. هاي عند 95 درجه مئويه. نفكر ارتباطهم عن بعضهم البعض نبدي هسه عاده الانيلينج. يبدي عاده هسه طلاب عملية الاتصال البرايمر الانيلينج هي عملية اتصال البرايمر بقطعة الجينوم او بداية الجينوم راح يسوي له امبليفيكيشنز وهنا طلاب تمبرتشرز بالجهاز تشوف درجة الحرارة طبعا بالجهاز لما ان شاء الله يطلع 95 درجة مئوية تشوف درجة الحرارة راح تخبط رأسا طلاب والبرايمر يبدي انيلينج بالتارجت اللي يسوي له عاده الامبليفيكيشنز بعدها بعد مجرد ارتباطه راسا يشوف انت ضايف بالكونتين التاج بوليمرايز الانزيم عندما يشوف نهايه 3 برايم حره راسا يرتبط معها بارتباطه معها يبدي يضيف عاده الدي القواعد النيتروجينيه مقص الاكسجين الدي تي دي ان تي بي يبدي عادة يظهر الثالث عادة يكون لك الشريط هو الكومبلمنتري هذا نسميه عادة احنا الاكستنشنز هو هذا هي الخطوات الثلاثة دينيتشريشنز انيلينج اكستنشن هي الخطوات الثلاثة الأساسية بالبي سي ار وبعد ذلك يطلع لك عادة البرودكت اللي هو تو كوبي اوف ذا تارجت سيكونس هنا طلاب عملية المضاعفة اللي صار في شان تطلع لي بس تو كوبي لا تطلع لي ملايين من الكوبي طلاب لكن لذلك كل دوره من هذه الدورات طلاب هنا أنا عندي بالوان سايكل مو احنا قلنا 45 سايكل شوف هنا بالسبع سايكلات حصلت على 128 امبليكون اذا انت عندك 45 سايكل او متاسفه عندك 40 سايكل او عندك 35 سايكل احنا دائما نخلي لا 30 لو 35 لو 40 سايكل اذا انت عندك 40 سايكل فتقدر تحسبها هنا طلاب الامبليكون الامبليكون شنو هو؟ الامبليكون هو مصطلح نطلق عاده على القطعه التي تم تضعيفها بالجينوم هو هذا مصطلح الامبليكون عندنا بالوان سايكل احصل على تو امبليكون بالتو سايكل احصل على الاربع امبليكونات وهكذا حتى اصل للنهايه، فبالتالي اني الطلاب يعني بالبدايه انا عندي جينوم كامل.
لكن بعد ذلك الجينوم راح يختفي. يعني شخص يقول انا ضفت الجينوم كامل فقط احصل من عنده على هاي القطعه للضاعفه، لان هي هاي فقط القطعه للضاعفه. الطلاب ما راح، انت بالجل ما راح اشوف بقيه القطع المضاعفه، لان هي تضمحل. طلاب تضمحل، تبقى فقط القطعه اللي انت ضاعفتها. وهو هاي الفرضيه اول ما وضعتها العالمه اللي اكتشفت البوستوليتد ذا بي سي ار، او فرضت فرضيه البي سي ار، قالت هو يصير تضعيف فقط هاي القطعه، بقيه الجينوم والدي ان اي كله يضمحل. فانت لما تسوي له ترحيل بالجر راح يشوف قطعه واحده بس. ايش هاي القطعه؟ شو تمثل القطعه؟ هاي تمثل لك السايز اللي انت برودكت اللي سويت له امبليفيكيشن من سايز، من حجم جينوم مال بكتيريا مثلا 5 مليون بيس بير. انت راح تحصل فقط على ايش قد تريد السايز اللي انت سويت له برايمر ديزاين 500 بيس بير فقط طلاب، لان بقيه الدي ان اي كله راح يضمحل، يبقى لك فقط الامبليكون. هسه يبدا يشتغل فقط الامبليكون طلاب، لان بقيه اضمحلت، تبقى فقط الامبليكون ينفتح يرتبط مع البرايمرات، يسوي انيلينج اكستنشن، دي عمليه الدينشريشن مره ثانيه، الانيلينج اكستنشن دينشريشن مره ثانيه، انيلينج اكستنشن اند سو اون، لحد ما تظهر لك عاده بهذا الشكل، عاده اللي يكون واضح بشكل باند بالجل. هي هذا عمليه البي سي ار اللي عن طريقه يسوي تارجت فور امبليفيكيشنز. هاي الستاندرد ثيرمو سايكل هو الجهاز، دائما هنا عندنا هاي اول خطوه. انت طبعا هو يطلع لك الخطوات، انت لما الشغله دا شايفينه تضغط بالازرار تبدي عمليه الخطوات دي ناتشريشنز انيلينج اكستنشنز، يعيدها مره ثانيه دي ناتشريشن انيلينج اكستنشن اند سو اون. فيبدي بالستيب 1 دي ناتشريشنز، وبعدين يبدي بخطوه الانيلينج، وبعدين يبدي خطوه الاكستنشنز، وهكذا. هاي الخطوه تتكرر، يبدي مره ثانيه denaturation annealing extension denaturation annealing extension and so on، لحد ما يكثر لك القطعه اللي انت تريدها. فبالتالي بعد ذلك لما نروح لها بالجر نشوفها واضحه جدا. عندنا بالنسبه للار تي، الار تي بي سي ار، بما انه احنا نتعامل مع الفيروسات واغلبها ار ان اي، فهو ريفيرس ترانسكريبشن بي سي ار، لان قلنا البي سي ار ما يتعامل مع القطعه الا عندما تكون عاده دي ان اي طلاب. يعني انا اجيب جينو فيروس، والفيروس هذا هو ار ان اي، اقدر اسوي اقدر اشخصه بواسطه جهاز البي سي ار ماشين؟ لا ما اقدر، الا احوله الى الدي ان اي، والدي ان اي الحل هو كومبلمنتري دي ان اي طلاب. عندنا هنا بالنسبه للار تي بي سي ار، احنا قلت لك دير بالك ار تي ريل تايم. شنو هاي ريل تايم بي سي ار؟ ريفرس ترانسكريبشن بي سي ار، اعرف الفيروس الجينوم مالته كله شنو هو، انت تعرف هاي وذر ار تي ريل تايم بي سي ار اور ريفرس ترانسكريبشن بي سي ار. هنا بالنسبه للفيروسات الار ان اي ريفرس ترانسكريبشن بي سي ار، نستخدم عاده التمبلت الفيروسات الماده النوويه مالتها تكون الار ان اي كتمبلت. هذا الار ان اي عاده احوله الى الكومبلمنتري دي ان اي دايركتد دي ان اي بوليميريز الار تي اتش، اللي هو طلاب هنا هو الار ان اي ثيرموس اكويتكس، لانه هو هذا البوليميريز هو المستخلص عاده من هذه البكتيريا، يلد اس كومبلمنتري دي ان اي. الخطوات هي طلاب، انا عندي فيروس استخلصت من عنده جينوم مركب هو الار ان اي، هذا الار ان اي بالخطوه الاولى طلاب يجب ان احوله الى كومبلمنتري دي ان اي. لما ابدا احوله لكومبلمنتري دي ان اي لازم ايش عندي؟ لازم عندي برايمرز، البرايمرز هنا عندي يكون ار ان اي. خلي ببالك البرايمرز ما ممكن يكون عندي دي ان اي، البرايمرز يكون عندي ار ان اي. هذا البرايمر برايمر انيلينج تو تارجت ار ان اي سيكونس طلاب. هذا البرايمرز طلاب لما اضيفه بعد ذلك، هاي اول خطوه، ابدي بعد ذلك طلاب اضيف الانزيم ريفيرس عمليه ريفيرس ترانسكريبشنز باستخدام انزيم اللي هو ريفيرس ترانسكريبتيز طلاب. هنا هذا النوع من الانزيمات طلاب، عندنا بعض انواع الانزيمات. هسه عندي الار تي الثرموس ثرموفيلس،
هاي عادة يكون كدي ريفيرس ترانسكريبتيز، ويكون عادة كدي ان اي بوليمرايز طلاب، لان هذا الانزيم يكون له القدرة انه يضع القواعد النيتروجينية المتأسفة، يضع يعني دي النيوكليوتيدات التابعة للدي ان اي تكون محفوظة الاكسجين، ومقابلها يكون التارجت هو دي ان ار ان اي طلاب، هو هذا الانزيم يعني يحل كانما محل انزيم ريفيرس ترانسكريبتيز. Also has reverse transcriptase activity، مع العلم انه هنا هو دي ان اي بوليمرايز، خلي بالك هو دي ان اي بوليمرايز لكن الى إيه قدره انه يكون كانزيم ريفيرس ترانسكريبتيز، وبالتالي تكون الى إيه القدره انه انا مع العلم عندي الشريط ار ان اي لكن هو بيضيف لي قواعد دي دي ان تي بي، دي ان تي بي اللي هي التابعه للدي ان اي مو للار ان اي، وبالتالي شو يكون؟ يكون الشريط، وهذا الشريط عاده يكون كومبلمنتري دي ان اي، يعني يبدي من 3 برايم انتل 5 برايم. هذه البوادي هي ار ان اي، خلي بالك مو دي ان اي، ار ان اي وين تروح؟ بعد ذلك هذا الانزيم يحطمها ويكمل البقيه بالقواعد النايترو بالنيوكليوتيدات التابعه للدي ان اي. هذا هو الخطوة بالنسبة إلى الريفيرس ترانسكريبشنز. بعد ذلك أبدي عملية استخدامها بالبي سي آر، أبدي عملية دينيتريشنز أنيلينج إكستنشنز حتى أكاثر الكومبلمنتري دي إن إي. هنا أنا طلاب إحنا إيش عندنا هسه؟ هنا أنا إحنا لما ينفصل على أي أساس؟ طلاب إحنا بالنسبة لعملية الريفيرس ترانسكريبشنز عندنا إنزيمات، الانزيم اللي استخدمها هو هذا الانزيم هسه اللي ذكرت لكم اياه، شوفوا الار تي اف دي ان اي بوليمريز، هذا الانزيم له القدره انه يكون ك ريفيرس ترانسكريبتيز، وله القدره انه بنفس الوقت يكون يحلل قطعه التارجت دي ان اي سيكونس، وبالتالي تبقى عندي فقط الكومبلمنتري، لان هنا انا عندي هجين، عندي كومبلمنتري دي ان اي وبنفس الوقت عندي التارجت الخاص بالار ان اي سيكونس، هاي يقدر يحللها ويتخلص من عندها. فبالتالي يكون له اكتيفيتي مال الار ان ايز اكتيفيتي، انزيم سيكونس عن الكومبلمنتري دي ان اي، بعد ذلك انا اضيف برايمرز، هاي البرايمرات هي تكمل لي قطعه الكومبلمنتري دي ان اي، وبالتالي بعد ذلك هذا الانزيم الموجود نفسه يرتبط بالنهايه 3 برايم ويضيف لي عاده ويسوي اكستنشنز، فبعد ذلك احصل على قطع كبيره جدا واسوي لها امبليفيكيشنز واقدر عاده احددها. احنا هذا لما نحدد الطلاب وخصوصا هسه بالكورونا فايروس يحددون الجهاز الريل تايم الار تي بي سي ار، ال ار تي بي سي ار هنا شو يضيفونه؟ يضيفونه داي صبغه من خلالها يعرفون هذا الجين موجود لو ما موجود طلاب، حتى بدون ما يلودونه على الجهاز بعكس البي سي ار. Detection of amplification product، انت هسه صارت عندك نواتج، النواتج هاي شلون راح تحددها؟ اما الودها بالجل، جل الكتروفوريسز، او اسوي لها sequencing of amplified fragment، اذا انا السيكونس مالتها مو معروف اسوي لها سيكونس بجهاز خاص، او اسويها ساوثرن بلوت، ما قلنا ويسترن بلوت، خلي بالكم ويسترن بلوت خاص بالبروتينات، ساوثرن بلوت واحددها بالاضافه لا تحتاج اخرى، لكن دائما احنا نرحلها بالجل العادي، جل الكتروفوريسز، يشوف بعد اكو برودكت، ما يشوف بعد ماكو برودكت، بنحاول نسوي برايمر ثاني او نسوي اوبتمايزيشنز، يمكن نغير بدرجات الحراره. الابلكيشن التطبيقات جينوم مابينج and gene functions determinations، طبعا احدد الخارطه الجينيه واحدد حتى وظيفه الجين، بايو ديفرسيتي ستدي، ايفولوشن ستدي، دراسات التطوريه خصوصا الفايلوجيناتيك تري، دايجنوستيك بالتشخيص، برينيتال تيستينج اوف جينيتيك ديزيز، يعني اقدر احدد بيه امراض عديده جدا
وحتى بالخارج يعني نقول تشيك اب، يسوون سنويا تشيك اب سنويا لكل شيء، حتى الجينوم مالتهم يقول له اذا انت عندك استعداد تصاب بالسرطان، يعني لهالمرحله واصلين الطلاب. ايرلي ديتكشن اوف كانسرز من ضمنها، بالاضافه الى دايجنوست فور فايرال انفكشنز حتى بالنسبه للاصابات البكتيريه، ديتكشن اوف دراج ريزيستنت جين، هنا دراج ريزيستنت جين الجينات التي تكون مسؤوله عن مقاومه الـ يعني بالنسبه للبكتيريا، مقاومه للمضادات الحيويه. فورنسيك دي ان اي فينجر برينتنج، دي ان اي فينجر برينتنج فورنسيك هي الادله الجنائيه، يعني شلون اعرف من خلال البصمات من خلال الجينوم انه هذا هاي العينه مال الدم تابعه لهذا الشخص من خلال الدي ان اي فينجر برينت. كان هي عاده طلاب كل شخص له يعني بصمه خاصه بالجينوم مالته تختلف عن الشخص الاخر. ادفانتج الفوائد هو هذا تعتبر طريقه اوتوماتيك فاست سهله ريليبل اقدر اعتمد عليها، less chance of contamination يعني هاي الطريقه كونتيند اقدر احتويها طلاب، طريقه سهله مجرد انه انت يعني المكان اللي تشتغل بما يكون ملوث، انت الجلوفز تلبسها، تلبس بعض الاحيان لا تحكي هوايه لما تشتغل، يعني اتصور هاي الطرق تقدر انت تحتوي التلوث طلاب. هاي اوت ووت يعني خلال 30 دقيقه تقدر تحصل لك على بان يتالف من ملايين من القطع من الجينوم الامبليكون انت ضاعفته، سنسيتيف حساسه، لذلك سنسيتيف يعني انت تشخصها بدقه لانه تبعض البرايمرز مع الجينوم يكون سبيسيفيك طلاب، اذا ما موجود المنطقه اللي يرتبط بها ما يرتبط طلاب، لكن هو سنسيتيف براود يوزر نستخدم على نطاق واسع، ديفاين ايزي تو فولو بروتوكولز، البروتوكول مالتها كل سهل. شكرا جزيلا. هي طلاب